اليوم رح نحكي عن الولد الصرصار أو عن الولد اللي بيحكي كتير. مزبوط أنه الولد اللي بيحكي كتير بيزيد بهجة وفرحة للأهل بالبيت لأنه بيكون بيتميز عن غيره من الولاد بالمفردات الغنية اللي هو عنده إياها، بس أوقات بيكون هيدا الموضوع شوي مبالغ فيه وعنده كذا سبب. أول سبب بنحكي عن الملل، وهون لازم الأهل يجربوا يعرفوا أولادهم على أشخاص من عمرهم تيتسلوا معهم. السبب الثاني هو شد الانتباه، خصوصا شد انتباه الأهل إذا كانوا الأهل مشغولين عن الولد وما عم يهتموا فيه بيعطوه وقت مثل ما لازم. نصيحتي لكم بهذا الفيديو، جربوا ما تنتقدوا أولادكم بشكل جارح إذا كانوا بيحكوا كتير، بالعكس جربوا علموهم إمتين لازم يحكوا بالوقت المناسب وبالمكان المناسب. ثانيا إذا حسيتوا أن أولادكم عندهم كثرة كلام وحركة زايدة، ممكن يكون عم نحكي عن إفراط بالحركة، فمن المهم استشارة أخصائي.